السلام عليكم. كتير الأسئلة اللي بتجيني من الأشخاص اللي بتابعوني إن هم ما بيعرفوش ينسقوا الكلمة بشكل صحيح، فأنا قلت هقدم لكم طريقة بسيطة كده أوريكم إزاي تنسقوا الكلمة وإزاي يكون عندكم خبرة في تنسيق الكلمة أو تنسيق التيبوغرافي بشكل سليم ويطلع معاك الشكل متوازن وسليم 100%. هطبق تصميم بكذا خط وبكذا شكل على كلمة واحدة. كل درس هقدم شكل او نوع من الخط المعين ونشوف التنسيق ازاي في نفس الكلمة ونفس الجملة باشكال مختلفة. بالطريقة ديت هيكون عندكم خبرة ازاي تنسقوا الكلمات باشكال مختلفة او بطرق مختلفة مهما كان صعوبة الكلمة عندك. الكلمة اللي انا هطبق عليها الدرس هي كلمة امان. هو شعار وهمي لشركة وهمية، مش في شغل معين. في أول مثال هنستخدم خط الثلث. طبعا خط الثلث ده موجود على عرف فونت، تقدر تحمله في من موقع عرف فونت وتستخدمه في الشغل بتاعك. هو تقريبا اسمه المشرف ثلث، بتبحث عليه يعني اي نوع خط ثلث هيمشي معاك، مش شرط الخط ده. فبتدخل على عرب فونت وتكتب في البحث خط الثلث فتنزل اي خط وتقدر تكمل عن طريقه. هاخد كوبي من الخط ده وهضغط دبل كليك عليه عشان احدد اداة التكست، واروح على تايب واختار كلايفز. من هنا بقدر ان انا اضيف التشكيلات اللي انا عايز اضيفها للشكل. طبعا لازم اكون محدد زي كده بحيث ان انا ما اضغط على اي تشكيلة او اي حرف ينزل عندي. هدور على التشكيلات المناسبة. طبعا تقدر تستغنى عن الخطوة دي باستخدام ملف التشكيلات اللي انا منزله على القناة. هناخد وليكن التشكيلة دي وهناخد دي، وعايزين حاجة تاني وليكن دي ودي ودي. اوكي، نزلنا مجموعة من التشكيلات هتأدي الغرض. هجيبهم على جنب كده ونبدأ بقى ننسق الكلمة. هنضغط كليك يمين ونختار كريت اوت لاين وبعدين انجروب. هنضغط هنا ونختار ريليس كومباند باس ونجيب النقطة كده ونجيب حرف النون نجيبه هنا وحرف الالف ريليس كومباند باس بحيث نجيب الهمزة في المكان ده كده، وهنجيب حرف النون نطوله شوية بالشكل ده، وهنجيب اداة الريكتانجل ونرسم مربع واداة التحديد ونضغط شيفت ونضغط على حرف النون ونعمل لها قص بالشكل ده كده. وتعالوا نجيب الجزء ده، هندمج الجزء ده مع بعضيه كده. هنجيب الهمزة نضيفها هنا وهنعمل تصغير سنة بسيطة للهمزة بحيث انه يكون الشكل متوازن بالشكل ده كده. ممكن بقى النقطة دي نجيبها هنا كده ونعمل شيفت ونكبرها شوية بحيث تدينا شكل جمالي في التصميم. نجيب بقى التشكيلات ديت، هتضغط كليك يمين كريت اوت لاين وبعدين انو جروب، وبعدين هنجيب الجزء ده كده نصغره. والتشكيلات احنا بنعبي بيها الفراغات بالشكل ده كده. هنضغط كنترول وجي بعد ما نحدد الشكل بالكامل ونعمله جروب بالشكل ده، وهنجيب اداة الريكتانجل ونرسم مربع هنا كده وهنخلي ستروك، هنديله لون تاني ونزود السماكة شوية، نعمل زوم ان. طبعا هنخلي المربع ده الرين سنتو باك، وهنجيب الجروب ده وهنعمل له امالة شوية. الامالة دي بتديني شكل جمالي في التصميم. نصغر المربع بالشكل ده كده. طبعا انا عايز ان انا اسحب الجزء ده شوية، حرف النون عايز اسحبه شوية، فبجيب الجروب سيليكشن واسحب الجزء ده شوية كده وهسحب الجزء ده شوية
بعد كده ممكن ان انا اجيب الهمزة دي واصغرها سنة كده. هحدد الستروك ده واعمل له اكسيباند بالشكل ده كده، وبعدين اجيب اداة الممحاة واحذف من هنا واحذف من هنا كده. طبعا انا بحذف بشكل عشوائي عشان خاطر وقت الفيديو، لكن انت ممكن تحذف بالبين طول بشكل ادق. هجيب اداة الممحاة بعد ما احدد المربع واحذف بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم انت بتحذف بشكل ادق باستخدام اداة البين طول، لكن انا عشان وقت الفيديو ما يطولش فبحذف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم اني خلصت الكلمة بسهولة وبسرعة زي ما انتوا شايفين. اقدر ان انا اضيف بعض التشكيلات هنا، اعبي الفراغ حسب راحتك، يعني تقدر تضيف التشكيلات او لا حسب راحتك، تعبي الفراغات او تسيبها عشان الكلمة تكون مقروءة. اعمل انا جروب عشان اجيب الجزء ده، انا عايز اجيب الجزء ده تحت هنا، اخد منه نسخة ودي اعزفها، والشكل ده كله نعمل له جروب ونجيبه هنا كده، وهنعمل له نديله اللون، وبعدين نكتب كلمة امان هنا كده. هنحدد فونت وليكن الفونت ده، هدي له سبيس هنا كده. طبعا انا بدي سبيس بضغط على شيفت واضغط على حرف التاء كذا مرة فبتديني مساحة. لازم تكون اللغة عربي عشان تتفعل المساحة دي عندي. هنكتب الانجليزي، نديله فونت الميريت ده انا بحب اشتغل بيه دايما، هنصغره كده وهنديله السماكه دي ونوسع المسافات. طبعا انا بوسع المسافات بضغط على الارض الت ومفتاح السهم اليمين اللي في الكيبورد. هنحدد الجزئين دول ونديهم اللون الرصاصي ده، وممكن نحدد الجزء ده نديه اللون الاحمر. اللون ده كويس كده. كده انا نسقت اللوجو ونسقت خط الثلث بسهوله جدا وببساطه جدا. هنكمل بقى في فيديو جاي، هكتب كلمه امان بطريقه تانية وبتنسيق تاني، بحيث انكم تشوفوا كذا طريقه لكتابه الجمله او كتابه الشعار. انتظرونا في الفيديو الجاي عشان تستفيدوا اكتر وتفهموا فكره الدروس اللي هقدمها في المحتوى ده. دعمكم للقناه مهم، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.